بخير ندفعه لكم. ثم درس الإمام عندهم وحفظ القرآن رحمه الله تعالى، وحفظه في وقت مبكر. لكن العلماء الكتاتيب الذين يعلمون الطلاب، الإمام الشافعي أمه تتأخر ما تدفع المال، وكانوا يهمشونه، يعني يجلس في الحلقة فلا يلتفت إليه، ويلتفتون إلى أبناء الأغنياء أو الذين يدفعون أموالهم. فغضب الإمام الشافعي كان صغير، وذهب إلى أمه يبكي، قال: يا أمي، إنني جلست في حلق العلم وإن الإمام أو المعلم أو الكتاتيب أهملوني، يدرسون أبناء الأغنياء وأنا لا يدرسونني. قالت أمه: لا عليك يا بني، لكن عندي لك أمر. قال: ما هو؟ قالت: اصبر وبقترح عليك أمر. اذهب شف لك واحد من أبناء الأغنياء واجلس بجواره، خلك دور لك مكان اجلس بجانبه، ولا يشعر بك الكتاب أو الأصحاب الكتاتيب الذين يعلمون، وإذا بدأ يعلم استمع منه واحفظ، لا تكتب، بشرط ألا تكون متطفلا لا على المعلم ولا على المتعلم. وبالفعل بدأ الإمام رحمه الله تعالى في صغر يبحث عن عيال الأغنياء ويجلس قريبا منهم، حتى حفظ القرآن كاملا وعرف التفسير كله. بعد فترة ليست بالطويلة بدأ هذا الغلام هو الذي إذا غاب الأستاذ يعلم الطلاب. تدرون كم كان عمره في الفترة؟ 8 سنوات فقط. حفظ القرآن وعرف تفسير القرآن، وإذا غاب الأستاذ قام يعلمهم. دخل مرة الذي يعلم الطلاب فإذا بالشافعي واقف يعلمهم درس اليوم الثاني، فدخل عليه ذلك العالم، قال: أنت الذي لم أدرسك أنا تعرف علما أنا أعرفه؟ فقال: إذن تعال، ما نبغى منك مال، إذا غبت درس مكاني وأجرتك تدريسك مكاني، مثل عريف الصف كما يسمى له. فيقف الإمام الشافعي يعلم الناس. تخيلوا بعد تقريبا عمره 8 سنوات حفظ القرآن وتعلم التجويد. يقول بعض العلماء: دخلنا المسجد ذات يوم والشافعي صغير عمره 8 سنوات يقرأ القرآن يراجع غيب، يقول: والله ما خرجنا من المسجد إلا والمسجد كله يبكي على قراءته. وهو ما انتبه لهم من جمال صوته ومن إتقانه لحفظه رحمه الله تعالى. الآن بلغ عمره 8 سنوات، طيب بقي له الآن يتعلم. طبعا تعلم التفسير على يد سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وحفظ الحديث على يد مسلم بن خالد إمام الحرم في ذلك الوقت، حتى أصبح عمره 13 سنة أنهى الحديث ومصطلح الحديث وحفظه عند أهل مكة. فقير، يقول لأمي: يا أمي، أنا أسمع من أهل العلم كلاما لكن ما عندي ورق، ما عندي شيء أسجل عليه. فقالت أمه: تعال. يذهبون عند بيت الوالي، الوالي يأتونه الناس يقدمون معاريض كما يسمى الآن، ويكتبون على الرقاع أوراق خطابات ما يريدونه، والإمام أو الوالي يكتب عليها، والذي لا يريدونه يرمى. الإمام الشافعي يأخذ هالورق الزايد، ولكن مع ذلك ما يكفيه، يقول كلمة جميلة الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. قالوا: ماذا تقول عن الإمام الشافعي؟ قال: إن الله قصر في عمره ولكن قدم له في عقله، من شدة حفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخذ الأوراق النتف أو الأوراق المكتوب عليها يكتب على قفاها، لكن ما كفت الأوراق من كثرة ما يسمع ويكتب. قالت أمه: لا ضير، تعال، أبذهب أنا وأنت إلى مكان تنحر فيه الإبل. وذهبوا عند المكان اللي تنحر فيه الإبل، ثم يجدون اللحم الذي يقطع لحم عند الجزار، يأخذون عظم كتف الإبل ثم تجففه أمه، وإذا جففت العظم أخذه الإمام الشافعي يكتب عليه. اسمعوا ماذا يقول الإمام الشافعي، وأسألكم أن نراجع هذا مع حالنا اليوم. يقول الإمام الشافعي: كنت أمشي إلى المسجد أطلب العلم، أرى أبناء الأغنياء يحملون الكراريس دفاتر، إلا أنا أحمل على رأسي وعلى كتفي عظام الإبل، ويضحكون علي الأطفال.
وإذا ضحكوا عليه قال اضحكوا أو لا تضحكوا. والله ما حملتها إلا طلبا للعلم ورغبة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هنا الإمام تقدم به العمر وأصبح عمره 13 سنة، 13 سنة حفظ القرآن وعلم تفسير القرآن وعند علم الحديث، ثم بدأ يريد أن يتعلم بعد ذلك علما آخر. الليث بن سعد ذكرت لكم في درس الإمام مالك، هذا عالم، هو الذي اجتمع مع أبي حنيفة ومالك في مكة. الليث بن سعد من مصر، من علماء مصر الكبار، زار الحرم، ولما جلس في الحرم بدأ يحدث الناس. الإمام الشافعي عمره 13 سنة، ثم ألقى درسا وقال يا أيها الناس، يقول الليث بن سعد، أتعرفون ما هو أسباب فرقة هذه الأمة؟ إن أسباب فرقة هذه الأمة أنهم اختلفوا في اللغة العربية، والله لو يأتي من يجمع بين التفسير والحديث ويعرف اللغة ليجمع الله جل وعلا به الأمة. هنا الإمام الشافعي تذكر أمة يوم كانت تقول له 4 سنوات إني أسأل الله أن يجمع بك هذه الأمة، والآن الإمام الليث بن سعد يقول الذي يتعلم التفسير والحديث واللغة العربية يجمع الله تبارك وتعالى به الأمة. لأن اللغة بعض الناس كان يخرج المفردة نص الحديث، ثم الاختلاف بعدم فهم من اللغة العربية، وأيضا كما تعرفون أن من أدوات الاستنباط عند العلماء من أدوات الاستنباط اللغة العربية، لعلمه الذين إيش يستنبطونه منهم. ومن جملة أدوات الاستنباط اللغة. أضرب لكم مثال، الله جل وعلا يقول فشروه بثمن إيش بخس. شروه هنا بمعنى ماذا؟ شروه بمعنى باعوه، وهذه تتعلق بقضية اللغة، مثل قوله تعالى ولا تقربوا النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن. طيب ما الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ يطهرن بمعنى ينقطع عنها الدم، ويتطهرن بمعنى تغتسل. ولذلك اللغة في الشريعة هي أداة من أدوات الاستنباط، واليوم مع الأسف الشديد أصبح ما يدار بين الناس حتى في الحديث هو اللهجة العامية. يروى أو يذكر أن سيبويه صاحب اللغة المعروف، طبعا هو لم يكن عربيا أعجميا، سمع به بعض العرب قالوا هذا أعجمي ويتحدانا في لغتنا، لغة العربية يتحدانا فيها، قال أحدهم لأذهبن والله لأتحداه في اللغة العربية. وذهب الإمام سيبويه وطرق الباب على سيبويه، افتحت بنته، بنت سيبويه عمرها 5 سنوات، قال أين أبوك؟ قالت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي فإذا فاء الفيفاء. قال ما فمان الله، هذه البنت، أين أبوك؟ جاي يتحدى. قالت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي فإذا فاء الفي فاء. تقول أبي ذهب إلى الصحراء ليأتي بالصيد أو الغنيمة، فإذا فاء الفي يعني الظل جاء رجع. قال في أمان الله، هذه بنت سيبويه شلون سيبويه؟ فاللغة العربية كان لها أصلها ومتانتها، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتنى بذلك. لما سمع مقولة الليث بن سعد وقعت من نفسه موقعا كبيرا. طيب وين يتعلم اللغة؟ قال ليس هناك علم للغة إلا في الصحراء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية أين أخذت؟ أخذت في الصحراء حتى تقوم لسانه عليه الصلاة والسلام على اللغة العربية، لأن الصحراء بطبيعتها كذلك. فذهب إلى أمه وحكى لها ما سمع من الليث بن سعد. قالت يا بني إذا تتعلم اللغة العربية عند هذيل، قبيلة هذيل، قبيلة من قبائل مكة معروفة. وهذيل بالمناسبة أذكر قصة ذكرتها وذكر أهل السير، يروى أن خالد الهذلي أحد كبار قبيلة هذيل، طبعا لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته كانت الرسول للمدينة، عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع رجال قومه قبيلة هذيل، يقال أنه جمع 1000 وقيل أقل من ذلك. قال أريد أن تذهبوا لقتل محمد عليه الصلاة والسلام. هذيل أو خالد الهذلي هذا
انتشر خبره فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إن خالدا جمع رجالا يريد قتلك. هذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول: أنا أقتله إن شاء الله. التفت الرسول للصحابة قال: من يأتيني برأس خالد وله الجنة؟ طبعا أول ما قام يأتي برأسه ولا الجنة قاموا الصحابة كلهم. ثم قال: من يأتيني برأسه وله الجنة؟ وتقدم عبد الله بن أنيس قال: أنا يا رسول الله. قال: اذهب إليه. هنا الشاهد. قال له: يا رسول الله، أنا لا أعرف خالد، وما هي صفته؟ قال: هو رجل من قبيلة عربية، وهو شاعر يحب الشعر والأدب، شاعر فصيح. قال: أأتيك برأسه. وطلع عبد الله بن أنيس، ثم توجه رضي الله عنه من المدينة إلى مكة. يقول: مشيت 10 أيام من شدة الحر، أنام في النهار وأمشي في الليل. يقول: حتى وصلت مكة. لما وصلت إلى مكة يقول: أنا ما أعرف أحد، فسألت الناس، قلت لهم: أنا قد ضيعت بعيرا، تظاهر بأنه ضيع بعير، وأتيت من مكان بعيد أبحث عن بعيري هذا. يقول: ورأيت قوما يجتمعون. قلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قبيلة هذيل، والذي معهم ذاك خالد كبيرهم. قالوا: وينه؟ فأشاروا إليه. يقول: فعرفته. يقول: ذهبت إليه فسلمت وسألني: من أنت؟ قلت: رجل ضيع بعيرا وأتى يبحث عنه. يقول: لما قلت له هذا الكلام حاولت أتقرب إليه، بمعنى حاولت ألفت أنظاره إلي. إن تحرك على اليمين وجدني على يمينه، إن تحرك شمال وجدني على يساره. يقول: حتى أعجب بي. ثم غابت الشمس وقال: يا أيها القوم، إن الشمس قد غابت، بيتوا هذه الليلة، وغدا نذهب إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: فقلت له: أتأذن لي؟ يقولها عبد الله بن أنيس: أن أبيت معك؟ قال: ومن أنت حتى تبيت مع خالد الهذلي؟ يعني وش حضرتك؟ قال: لا، أريد أن أسامرك. قال: على ماذا؟ قال: أسامرك على الشعر. جاء من الباب اللي يعرف، وهذا أيضا من الحكمة. قال: أسامرك على الشعر. قال: أو تقرض أو تحفظ؟ قال: أقرض وأحفظ كلها. قال: أسمعني ما عندك. يقول: فأسمعتها أبيات ورد علي بمثلها. فقلت له قصيدة ورد علي بمثلها. فقال لي خالد الهذلي: أنت تصلح أن تسامرني هذه الليلة في خيمة الخاصة. يقول ابن كثير يعلق على يقول: هذه أحسن مسامرة في الإسلام، لأنها جابت رأس رجال كما يقولون. يقول: فدخلت معه في خيمته، وأخذنا نتجاذب الكلام في الشعر والأدب. يقول: حتى تعب. فلما تعب خالد الهذلي يقول: قلت له: أو نرتاح؟ أو قال لي: أو نرتاح؟ قلت: بلى. يقول: فنمت أو تظاهرت بالنوم، ما فيني نوم، أنا جاي أؤدي غرض مهمة. يقول: فلما سمعت غطيطة استغرق في النوم، يقول: أخذت سيفي وقطعت رأسه وحطيته في الخرج. عاد أنا لي تعليق، هذه زيادة ليست في الحديث، مع التحية لمحمد بن عبد الله. ثم يحمل خرجه على ظهره أو على متنه، ويتوجه به من مكة إلى المدينة. أول ما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وجهك. يقول أمير عبد الله بن أنيس: قال: وجهك يا رسول الله. قال: أين الرأس؟ وينه؟ جبت رأسه؟ يقول: فأنزلت الخرج وخرج رأسه يتدحرج حتى وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومسكها الرسول. قال: هذا الذي يريد قتلي. ابن أنيس نسى الرأس، قال: طيب، باقي الجائزة، الرأس جبناه، بقي الجنة. أنت قلت: من يأتيني برأسه وله الجنة. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعصا في الأرض. قال: خذ هذه العصا يا ابن أنيس، تتكئ عليها في الجنة، والمتكئون على العصي يومئذ في الجنة قليلا. يقول العلماء: فرأيناه، الصحابة يقول: رأيناه يمشي بها ويقاتل بها ويسافر بها ويصلي بها وينام بها، العصا، حتى أنه قبل موته قال: إذا مت فكفنوها معي وادفنوها معي في قبري.
ولما مات رضي الله عنه وأرضاه كفنت معه في لحده أو في كفني، ثم دفنت معه في قبره ولحده. ووالله سيأتينا هذا الصحابي الجليل كما أخبر الصادق المصدوق يمشي ويتكئ على هذه العصا، والمتكئون على العصي يومئذ قليل. أنا ذكرت هذا فقط من باب قبيلة هذيل، كان عمره، هذه تسمى أول بعثة، عمره 13 سنة. تقول له أمه: اذهب تعلم، إياك أن تحمل هم المال لأن الله سوف يرزقنا. تقول: لا تشيل هم المال. ذهبت به إلى قبيلة عربية أصيلة، قبيلة هذيل، وجلس عندها 4 سنوات، جلس من عمره 14 سنة إلى 18. يقول: تعلمت عند قبيلة هذيل أمران اثنان، تعلمت اللغة وتعلمت الرماية. ولذلك الإمام ترى الشافعي حتى في الرياضة، بل ألف في الرماية كتابا. وبالمناسبة الإمام رحمه الله تعالى ألف أكثر من 140 مؤلفا، ألفها في 2 سنتين فقط باستثناء كتاب الرسالة الذي ألفه في 9 سنوات، وهو تأصيل علوم وصول علوم الفقه. ثم بعد ذلك تعلم هذين العلمين وأصبح له مكانة بينهم. يقال أن من شدة حفظ الإمام إذا فتح الكتاب يضع يده على الطرف الثاني، يقول: أن عيني إذا جت على الطرف الثاني حفظته مباشرة. يقول: ذات مرة نسيت شيئا من الحفظ، وشكى إلى القصة المعروفة إلى وكيع، قيل أنه صاحبه وقيل أنه علم، لكن الصحيح أنه صاحبه. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. يقول: وش معصيتي التي ارتكبتها؟ يقول: مرت امرأة ونظرت فقط إلى طرف كعبها في الأرض، نزلت رأسي لطرف كعبها وبدأت أنسى الحفظ لأني نظرت إلى هذا المنظر. ماذا نقول الذي يقلب الفضائيات الليل والنهار ويسبر عينيه فيما حرم الله جل وعلا؟ ماذا عساه أن يقول لله تبارك وتعالى؟ بل إن أثر المعصية يراه الرجل في أهله ودابته وماله، تزال البركة من الولد والمال والأهل ومن الدابة بسبب فعل المعصية. لما بلغ عمر الإمام 13 بدأ يتعلم علم الأنساب. يقول: جاء أحدهم قال: أتعرف علم الأنساب؟ قال: أي أنساب؟ الرجال حفظناها، هذا ما نتحدى فيه أحد، كل يعرفه. أنا أتيكم بأنساب حتى النساء. وبدأ يعرف الأنساب، يقال أنه يقال: من أنت؟ فلان بن فلان. يقول: مجرد أنه يذكر اسمه يقول: أنت فلان بن فلان الفلاني من قبيلة كذا، من فخذ كذا، من بلد كذا، من أرض كذا. وهذا علم أيضا كانت له أثره وقوته. لما عاد إلى مكة بعد أن أنهى جلوسه مع قبيلة هذيل في الصحراء، رأى العلماء قوته، مسلم بن خالد وغيرهم، قالوا للإمام: الآن آن لك أن تجلس تفتي الناس. قال: والله لا أجلس، لأن مهمتي لم تنتهي بعد. راح لما قال: يا أمي إن العلماء يلحون علي. قالت: لا، أنا أريدك أن يجمع الله بك الشمل. وفي مشكلة في العراق مذهب أبو حنيفة، وفي المدينة والحجاز مذهب مالك، وفي فرقة حاصلة، أنت الآن إذا جلست للفتيا ستدخل ضمن المشكلة. أنا لا أريدك أن تدخل ضمن المشكلة، أريدك تتعلم علم مالك وعلم أبي حنيفة، ثم تشوف الأمور من فوق، وبعدها تظهر للناس للفتوى. قال: خلاص، شوف النظرة عند الأم. هذا عمره ما زال 18 سنة. يقول: فلم أفتي.